لان مش احنا مش محتاجين لجنه تعمل تحقيق وكل الكلام ده. هو كل الموضوع حاجتين. الحاجه الاولانيه ان المفروض يبقى فيه مسؤول امني. مسؤول الامني ده بيبقى بيمنع الجمهور ان هو يقف او يتواجد في مناطق غير مخصصه ليه، وده يعني واضح ان هو ما حصلش. ده واضح ان هو ما حصلش. الحاجه الثانيه، هل كان في عربيات اسعاف ولا لا؟ هل كان فيه عربية اسعاف ولا لا قبل الماتش ما يبدا؟ ما هو عربية اسعاف انت ماشي هتكلمها، اصل يعني ايه دكتور مصطفى هدهود مدير الصاله قال لي يعني ان ايه، حتى لو ما فيش عربية اسعاف احنا المستشفى السور في السور. ده كلام يعني ايه مستشفى؟ يعني برضو مش فاهم يعني ايه المستشفى اللي احنا عندنا اتفاقيه مع المستشفى والمستشفى السور في السور ازاي؟ ده الاسعافات الاوليه دي يا جماعه بتتعمل لو ما لحقتوش في اول دقيقه اول دقيقتين خلاص شكرا. الفيرست ايد دي اللي هي الحل، انت الاسعافات الاوليه دي لو اول دقيقه دقيقه ونص ما لحقتوش وعملت له الاسعافات الصح، سواء بقى مانوال بايديك، سواء الاسعافات المانوال اللي الناس بتبقى متدربه عليها، او بوجود الحاجات بتاعت الكهرباء طبعا اللي بتنعش بتاعت الانعاش اللي هي المفروض موجوده في كل عربيات الاسعاف تبقى موجوده. انما المستشفى السور في السور ده عبال ما الناس تيجي وبتاع خلاص، لو حد لا قدر الله حالته حرجه خلاص. مش بتكلم على 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 الحادثه والموقف اللي حصل النهارده، لكن لازم يا جماعه احنا امتى هنتعلم الكلام ده؟ احنا امتى هنتعلم الكلام ده؟ نمره اتنين، المفروض الجمهور يا جماعه ان الناس الكبار اللي هم الكابوز اللي هم مسؤولين عن الجمهور، انتوا اول ناس تاخدوا بالكم ايه الاماكن اللي نقدر نقف عليها ومسموح لنا ومش مسموح لنا، عشان ما تتسببوش في كارثه. عشان ما تتسببوش في كارثه. طبعا وزاره الصحه طلعت بيان، وزاره الشباب والرياضه طلعت بيان، ودكتور محمد فوزي مدير العلاقات العامه بالوزاره بياكد لنا ان دكتور اشرف صبحي وزير الرياضه شكل لجنه الاجراءات كلها اتاخد. تمام. كان احنا يا جماعه عايزين نعرف حد من، ما ينفعش في وقت الازمات الناس تختفي. ما ينفعش في وقت الازمات الناس تختفي. فين اتحاد الباسكت النهارده؟ المفروض اللي يطلع بيان قبل وزاره الشباب والرياضه وقبل وزاره الصحه هو اتحاد اللعبه. انا عايز اعرف اتحاد اللعبه لغايه دلوقتي ما طلعش ليه بيان بيؤكد او بينفي، بيؤكد الاجراءات سليمه، الاجراءات اللي مش سليمه، وجود ده بيان وزاره الصحه. حلو، فين بيان اتحاد الباسكت؟ فين بيان اتحاد الباسكت؟ مش عارف فين اتحاد السله. كلموا الناس يا جماعه، حاولوا ان هم يخشوا معانا، لكن الحمد لله احنا اطمنا. احنا بنحاول نتواصل مع المسؤولين في اتحاد الباسكت، عايزين نعرف. لكن المهم بالنسبه لنا دلوقتي ان الحمد لله ما فيش وفيات، ويا رب ان شاء الله يكملها على خير، والاصابات تبقى فعلا بسيطه، او اصابات يعني باذن الله تبقى الدنيا تمام. الف سلامه طبعا لكل، الف سلامه لكل المصابين. ان شاء الله نطمن عليكم. عايز اقول لكم ان انا بعتت يعني كاميرا الريمونتادا فورا، بعتها قبل الهواء بخمس دقائق ان هي تتوجه للمستشفى عشان تصور لنا فيديوهات ولقاءات مع المصابين. ان شاء الله والحلقه شغاله، هتكون وصلتنا الفيديوهات ويطمنونا. ايوه من دقيقه حالا اهو، من دقيقه وانا بتكلم طلع بيان من اتحاد الباسكت. ماشي كويس. ماشي، فين بيان الباسكت يا جماعه؟ الاتحاد المصري لكره السله يتابع حاله المصابين في مباراه السوبر، يؤكد الاتحاد المصري لكرة السلة عدم حدوث أي حالة وفاة أو أي حالات وفاة بين الجماهير في الحادث الذي وقع بصالة الدكتور حسن مصطفى خلال مباراة كأس السوبر بين الأهلي والاتحاد، حيث وقعت عدة إصابات تم نقلها لأقرب مستشفى، وتواجد كل من الدكتور مجدي أبو فريقة رئيس الاتحاد، والسيد محمد مصدر رئيس نادي الاتحاد، والسيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، والدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.